نعم محمد. الو كان اسمك محمد بوضوح، تفضل قول السؤال ديالك. واه كنت مريض، كان الكرش ديالي منفوخ ومشيت للطبيب وحيدوا لي الماء. نعم يوم اللي حيدوا لي حيدتو دابا ودابا مازال باقي كتلي كتحرقني. نعم كتلي كتحرقني والطيحان عندي منفوخ. الكرش اللي كانت عندك عامره بالماء ولا شي بلاصه اخرى اللي كانت عندك عامره بالماء اللي هي السدر ولا القلب ولا شنو؟ واش الكرش بالضبط؟ الكرش بالضبط. اها والطيحان عندي فوق مازال باقي كتشي كتحرق لي، بغيت نشوف شنو الحال الاولاد. واضح دكتور حسين؟ ها دكتور حسين واضح؟ فوقاش كان عندك هاد الزياده في في الماء؟ عاد كيف العاده هادي شي شعر ولا ملي حيت الماء. نعم شوف الا كان عندك الالم ما بين الامور اللي كتستعملها على الصعيد الدولي اللي النقص من المشكل ديال الالم هو شرب ديال البابونج كاس قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء. شنو هي كاس قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء؟ كتاخذ دائما معلقه كبيره ديال البابونج وكتخوي عليه الماء سخون وكتخليه مده ديال 4 ساعه مغطي بشي حاجه ديال الخشب وتصفيه من بعد وكتشرب داك الماء اللي خصو يكون ماء صفر ذهبي، وكتاخذ كاس قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء مده ديال 7 ايام، ولو ان الالام يمشيو غتكمل مده ديال 7 ايام. فهو الناس في بودابست وفي دول اخرى ولاو كيشربوه بحال الشكل ديال اتاي عندنا هنا في المغرب، وهذا حنا بما انه الثمن ديالو غالي ما نقدرش نقولوا لعباد الله يتمادوا في الشرب ديالو، ولكن باش المساله الطبيه عندك مده ديال 7 ايام. ثم بعد ذلك إذا كان هناك عندك زيادة في الماء في أي مكان من الجسم ديالك، إذا كان هنا عندك زيادة في الماء كتاخذ أزير وكتاخذ زريعة ديال الكتان وكتاخذ الحبة السوداء. الحبة السوداء ماشي السانوج ماشي شي حاجة أخرى، الحبة السوداء. هذا السيد اللي غيعطيها لك سولو وقول له اتق في الله واعطيني الحبة السوداء. دونك كنقول أزير وزريعه الكتان والحبه السوداء كتاخذهم نفس المقدار وكتخلطهم وكديرهم شي قرعه ديال الزاج وكتاخذ واحد معلقه صغيره وكتخوي عليها الماء سخون وتخليها مده ديال 4 ساعه. فلما كتمشي بهذه الطريقه هذه جميع المياه الزائده في الجسم كتخرج وكينشف لك داك المكان اللي عندك فيه مشكل ديال زياده في الماء، وهذه المده ديال 7 ايام خاص باذن الله جميع داك الزيادات غادي تقاد لك باذن الله، ونطلب الله سبحانه وتعالى انه يسرع لك في الشفاء ديالك.